مرت بمواقف محرجة شديدة الصعوبة، شائعات ارتباطها بكبار الفنانين والمطربين تسببت لها في العديد من الأزمات وأفسدت عليها حياتها. رغم جرأتها، ولكنها انتكست أمام الشاشة في هذا الموقف الذي عالجته بالضحك. إنها جيسيكا عازار، المذيعة اللبنانية الأشهر التي حظيت بشهرة واسعة نظير جرأتها وإقدامها على الهواء. فهي لا تخشى مواجهة الكاميرا وتعشق الأضواء كثيراً، ولكن لم تسلم من غدرات الشاشة المفاجئة. نشأة عازار كانت في موطنها الأساسي ببيروت. هناك بدأت مسيرتها المهنية كمراسلة صحفية لبرنامج تلفزيوني شهير، كما درست الصحافة في جامعة الوزيرة وعملت كثيرا على تطوير نفسها حتى أثبتت موهبتها الإعلامية. تميل عازار إلى إثارة الجدل وتسليط الأضواء عليها، وحتى في حفل عرسها على رجل الأعمال الشهير محمد صوفان اهتمت بكل التفاصيل التي أشرفت عليها بنفسها. الحفل الأسطوري وإقامته عازار استغرق 4 أشهر حتى انتهت من تنظيمه. لقد أحدث ضجة واسعة على وسائل التواصل، وتعرضت للكثير من الانتقادات نتيجة المبالغة في الإنفاق عليه. اشتهر عن المذيعة الشائعات المثيرة، ويظل أصعبها ما ردده البعض حول ارتباطها العاطفي بالفنان العراقي قاضم الساهر. ورغم خروج المذيعة عن صمتها ونفي الأمر، إلا أن الجمهور ما زال مصرا على رأيه. هل توقف الحد عند شائعة قاضم الساهر؟ بالطبع لا، شائعات أخرى انطلقت بشأن ارتباط المذيعة عاطفيا بالفنان اللبناني والي كفوري. فقد فسر البعض حالة الانسجام التي كانت بينهما بشكل مختلف، وبدأوا يسطرون الحكايات والأساطير حولها. ونأتي إلى المواقف المحرجة الكثيرة أمام الشاشة وعلى الهواء مباشرة، والتي وقعت فيها المذيعة ربما دون قصد، إلا أنها تركت أثراً كبيراً في نفوس متابعيها. من بين المواقف التي لن تنساها المذيعة اللبنانية خلال أدائها نشرة أخبار بيروت اليوم على شاشة فضائية لبنانية مباشرة على الهواء، سقوطها من الضحك بشكل هستيري ولم تستطع السيطرة على مشاعرها أثناء قراءتها خبراً عن التخلص من عدد كبير من الدجاج والبط في اليابان، بالتزامن مع تلاوة أسامي المناطق والوكالات الصعبة والغريبة. بدت عازار كما لو أنها وقعت من الضحك. حاولت زميلتها نادين كفوري تدارك الموقف واستكمال النشرة، ولكن الموقف المضحك خانها، فدخلت هي الأخرى في نوبة من الضحك أيضاً. موقف آخر للمذيعة أمام الشاشة وعلى الهواء، حينما وجدت جيسيكا عازار نفسها مضطرة لقراءة خبر عن أمر غير أخلاقي حدث في لبنان، مما جعلها تطلب المساعدة من زميلها ماجد بوهدير على الهواء. ولم تجد جيسيكا وسيلة للخروج من الموقف غير أنها تبادلت الأدوار مع زميلها، الموقف الذي كان أشبه بالمقلب الكوميدي، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب النص غير الأخلاقي الذي وجدا نفسهما أمامه خلال النشرة المباشرة. في أحد النشرات فقدت المذيعة وعيها تماما، كانت بصحبتها زميلتها شانتال صليبة، وبعد الفحص الطبي تبين أن السبب هو انخفاض سريع في الضغط، ولكن تدخل الطاقم الطبي للقناة في الوقت وأنقذ الموقف. هناك الكثير من المواقف الأخرى التي مرت بها المذيعة جعلت منها مادة ثرية على وسائل التواصل الاجتماعي لفترة كبيرة.